ننتقل مع حضراتكم في الجزء الثاني اللي هو الوصف النباتي لنبات فول الصويا. لو جينا خدنا نبات من نباتات فول الصويا كده وشلنا النبات عندنا اهوت، ده نبات. لو جينا خدنا الجذر بتاعه هتلاقي الجذور بتاعته بتتكون من حاجتين، جذر وتدي اللي هو الجذر الرئيسي ده الجذر الوتدي، وبعدين جذور فرعيه او جذور او شعيرات الجذريه اللي هي جذور المصه، وزي ما حضراتكم شايفين كده بتتركز في منطقه ال 30 سم اسفل سطح التربه او 30 سم الموجود فيها المواد الغذائيه، وهتلاقيها منتشره ومتفرعه بكثافات كبيره جدا جدا. في عندنا على الجذور حاجه مهمه جدا جدا اللي هي بكتيريا العقد الجذريه، للاسف هي مش موجوده هنا لان ما عملناش عمليه التلقيح بالبكتيريا العقد الجذريه، ولكن على جذور الفول الصويا او جذور النباتات البخوريه عموما بيبقى عندنا مجموعه من البكتيريا العقد الجذريه اللي هي بتعمل على تثبيت تهزوزه الهواء الجوي. ده بالنسبه للجذر. نيجي بعد كده على الساق. الساق هتلاقيه عندنا اربع طرز او ثلاث طرز من طرز النباتات للفول الصويا في الساق. هتلاقي الساق القائمه زي اللي معانا دي، هتلاقي الساق نصف قائمه، وهتلاقي الساق مفترشه. ديت الثلاث طرز من طرز الساق. ارتفاع الساق في معظم الاصناف بتبقى من 60 لمتر بالنسبه لمعظم الاصناف المزروعه من الفول الصويا. لو جينا خدنا الساق بيوجد عليها مجموعه من الاوراق، عدد الاوراق ممكن من 5 ل 20 ورقة. الورقة هتلاقي بيبقى عليها حامل عنق الورقة ده ارتفاعه أو طوله حوالي من 10 ل 15 سم، وهتلاقي الورقة عندنا هي ورقة مركبة من 3 طريقات. الورقة عندنا لو بصينا عليها كده هتلاقيها ورقة مركبة من 3 طريقات، والورقة هتلاقي الورقة هتلاقيها القمة بتاعتها مدببة أو دائرية إلى حد ما، وهتلاقي عرض الورقة من 5 ل 10 سم، وطولها برضو حوالي 10 سم. ديت بالنسبة للأوراق بتاعة الفول الصويا. نيجي بعد كده للزهور أو الزهرة بتاعة الفول الصويا، هتلاقيها زي ما حضرتك شايف كده بتخرج من إبة الأوراق. هي لو في عندنا زهرة هتلاقي الزهرة بتخرج من إبة الأوراق، والزهرة لما بتخرج من إبة الأوراق بتخرج في مجاميع. قبل ما نتكلم على الزهرة هتلاقي إن الساق بتاعة الفول الصويا ديت بتكون متفرعة، يعني بدأنا أول عقدة من عندنا هي بدأت في تفرعات للساق، ودي مهمة جدا في عملية الحصاد الآلي بعد كده. نيجي على الأزهار، زي ما قلنا الأزهار بتخرج في مجاميع مع بعضها. الزهرة بتاعة فول الصويا إما أن تكون بيضاء أو بتكون بنفسجية، والزهرة فول الصويا ملهاش لون مميز وملهاش ريحة مميزة، لذلك نجد أن التلقيح في الفول الصويا هي زهرة خنثى، والتلقيح فيها هو تلقيح ذاتي، والتلقيح الخلطي بيكون بسيط جدا 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 لا يتعدى 5 من 10%، وبيكون في حالات معينة. ده بالنسبة للساق. نيجي بعد كده للقرون. لو بصينا للقرون عندنا كده هتلاقي القرون زي ما قلنا ان الازهار بتوصل في مجاميع، وكذلك القرون بتكون في مجاميع زي ما حضرتك شايف كده، القرون متكتله في مجاميع في ابه الاوراق. يعني لو جيت تحت ابه كل ورقه هتلاقي مجموعه من القرون، عددهم ممكن 4 أو 5. عدد القرون على النبات الواحد بتبدا في 10 قرون، وفي بعض الاصناف بتوصل ل 200 و300 قرن على النبات الواحد. طبعا النبات كله زي ما حضرتك شايف كده مغطى بطبقه ذغبيه او حاجات ذغب كده عليه موجود على النبات بحاله، طبقه ذغبيه كذلك على القرون. القرن عندك هتلاقيه زي ما حضرتك شايف كده، لو جينا خدنا قرن هتلاقي القرن مايل في عوجاج، وهتلاقي عدد الحبوب الموجوده في القرن الواحد من 2 ل 4 حبوب، وفي بعض الاصناف هتلاقي فيها 8 حبوب. ده بالنسبه للقرن. لو فتحنا الحبوب كده هتلاقي، وهنوريكم منظر الحبوب ان شاء الله تعالى في اثناء الشرح، ديت الحبوب بتاعه فول الصويا اهيت. القرن اهوت في مجموعه من الحبوب، ديت الحبوب بتاعه الفول الصويا. اما الحبه ديت بتبدا تنمو وتنضج، بيتحول لونها للون الابيض او اللون الابيض الكريمي او الاصفر الكريمي، وبتبقى عليها الصورة بتاعتها عليها نبذه او لون مختلف عن لون الحبوب. ووزن ال 100 حبه عندنا
بيكون حوالي من 15 ل 20 جرام، وده هو الوصف النباتي لنبات فول الصويا. ننتقل بعد مع حضراتكم ان شاء الله للجزء الثالث معانا في الفيديو، وهو زراعة وانتاج الفول الصويا في المملكة العربية السعودية.